وركنية ريانية تلعب داخل منطقة الجزاء. الله، نعم نعم، يسجلون الآن عن طريق من يعود مرة أخرى للظهور في المشهد في أجمل وأحلى مشهد. رب عيد عن الرقابة، لم يكن متسللا على الإطلاق من رأس أمارو إلى رأس جيديس 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 جيديس. نعم، أول أهداف أمة الريان، يسجلون الآن بهكذا طريق. خذوهم عالي، خذوهم في الهواء عالي. بوصافي تمرير، الله، لخوسيلو، خطيرة، جول جول، يأتي التعادل. الغرافة يعادل النتيجة، تمريرة جميلة للغاية من البديل في أول لمسة. رابح يحيى بوصافي، يمر لخوسيلو، لمها أخذها، ولكن مين اللي سجل؟ خوسيلو ولا كومان؟ خوسيلو ولا كومان؟ خليني نشوف هذه الإعادة، هذه الإعادة. هذا رابح يحيى، شوف رابح مرر الكرة لخوسيلو، هل كان متسللا أم لا؟ وصلت خوسيلو وكومان، أعتقد الهدف من كومان وليس خوسيلو. نعم، كومان هو من سجل، كومان هو من عادل بهكذا طريقة. يسجل الغرافة أول أهداف هذا الموسم، أول أهداف. جمال حمد عنده الكرة، جمال حمد وحده، مين؟ كوما 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 كومان 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 كومان، يسجل ثاني الأهداف. والليلة ليلة كومان، الليلة ليلة كومان. كومان يسجل ثاني أهداف الغرافة، أتى الثاني للغرافة عن طريق كومان. لكن البداية هي أجمل بداية، مين؟ ساسي فتح لك زاوية وضعها باليسرى، عادت كومان، لمها كومان، سكنها وكومان، حطاها وكومان يسجل ثاني أهداف الغرافة. وكمان مرة عملها كومان. إذا افتحت افتحت، إذا بدت بدت، إذا جات جات، خلاص هي بس محتاجة دقة سلف وتمشي وتروح، ويأتي ويسجل.